مساء الفل، مساء الفل، تحياتي ليكم كابتن حلمي طولان، كابتن حماده صدقي، كابتن اسامه حسني. نسلمنا عليهم جميعا، و يعني بديهم وحشه كبيره ليا والله. حبيبي يا كابتن علاء. كابتن علاء، يمكن المباراه النهارده مع الاتحاد السكندري كان فيها يعني توقيت او فيها بعض فتراتها كده المقاولين تسيدها تماما، في خصوصا حتى في الاخر، حتى اخر لحظه واخر دقيقه كان ممكن المقاولين يتفوق ويحرز الهدف الثاني رغم تاخره اساسا في البدايه عن طريق بناهيني. راضي عن التعادل ولا بالنسبه لك نقطه كويسه طبعا، ولا انت كنت شايف ان انت تستحق اكتر من كده؟ لا والله مش راضي عن التعادل، بس في اوقات يا كابتن تقول الحمد لله فعلا، يعني دايما الحمد لله، لكن النهارده الظروف كانت صعبه جدا. الحكم كان قاسي علينا جدا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، النهارده بيلعب ثلاث لعيبه تحت السن ال 97، بيلعب اربع لعيبه لو اول مره يلعبوا دوري ممتاز، بتتكلم سبع، يعني انت بتتكلم اربع لعيبه فقط قدام موجودين. الو معاك كابتن، اتفضل. ايوه، بس فالظروف صعبه، بتلعب بدايه دوري عام مباراه افتتاحيه مع الاتحاد السكندري في اسكندريه، في ظروف بتخليك تطلع تقول لا ده كده كويس قوي الحمد لله نقطه. النهارده لما تيجي اخذت ربع ساعه عليك ضرب الجزاء وعليك ضرب و يعني برضه الظروف صعبه، لكن الحمد لله احنا من اول عناصر جديده برضه، معلش عشان تكون واضح طبعا، احنا كل كلامنا كان مع اللعيبه، احنا بنشتغل فتره اعداد على نص ساعه الاخيره في المباراه. لو طلعت حضرتك اخر نص ساعه في المباراه، برغم ان احنا كنا ناقصين عدد، ان احنا كنا زي ما حضرتك تفضلت قلت ان احنا كنا متسيدين المباراه وبنلعب لاخر دقيقه، كان ممكن كريم مصطفى يجيب الجول الفوز بالرغم ان احنا كنا ناقصين واحد. طيب هي دي يعني كنا بنشتغل عليها. وتاكيدا لكلامك، يمكن الجول اللي احرزه الاتحاد السكندري كان من خطا لايهاب سمير اول مره. ايوه احنا جبنا الخطأين. ايهاب سمير لعيب كويس. لعيب كويس. طب قول لي بقى، المدرسه اللاتينيه يعني انت دخلت على، كلنا بنروح للمدرسة الإفريقية، غانا، نيجيريا، الكاميرون، كوت ديفوار، انت بعدت شوية بالمقاولين العرب وبرازيل وكولومبي. كولومبيا طبعا. اتفضل قول لي انت النهارده، معلش مع احترامي، خلي فرقة البقاصة على جنب، المشتركين جون انتوي وفافيو والثالث مش فاكر اسمه، اريك، اريك الثالث، اريك. تمام. قول لي انت محترف افريقيا كانت نجيب في الدوري الممتاز، النادي الاهلي ازارو يجي في المقام الثاني، لكن انت ازارو هو نمره واحد بصراحه، يعني اعتبر المحترف الاول في النادي الاهلي. فالنهارده انا مش شرط ان انا اجيب فشل صبراء جوه السنه عشان اكون انا عايز، انا النهارده بشوف احتياجاتي ايه، يعني انا عايزه، عايز لعيب سريع، عايز لعيب مهاري، هات انت لعيب افريقي في مصر النهارده عنده واحد سريع يقدر مثلا عنده السبرنت بتاعه سريع، لا تتفاير كل واحد. فانا لما جيت كان عندي ثلاثه، كان عندي ويليام وعندي توني كيمريت وعندي دي. اقل واحد 33 مباراه، اقل واحد فقط جنبه. اوكي. النهارده انا هستفيد بيه ايه؟ يعني ايه الهدف اللي انا اخليهم او استفيد بيه؟ فاتجهت الى مدرسه برازيلية وكولومبية. على فكره لو انا غيرت ده هو قد كده 100 مره. لا، لو عنصر مهم جدا، ده سريع جدا. ما انا متاكد، لا انا بص حضرتك، انا يعني انت مش عايزك تبقى ورقي، لكن ده اسرع لعيب مفروض. لكن هو النهارده حته اللي هو اول ماتش في الدوري المصري يعني خدت منك شويه. اكيد اكيد اكيد. طيب انا كل ثقه فيك، يعني طاهر محمد طاهر لعيب كويس، جهزه كده تمام التمام عشان النادي الاهلي ياخده يا كابتن علاء. ابعد عنه عشان الاهلي ياخده يا كابتن علاء. جهزه كده، احنا واثقين فيك، واثقين فيك قوي يعني. بالتوفيق كابتن علاء. بالتوفيق كابتن علاء. شكرا جزيلا. اسامه، عايز تقفل النقطه اللي انت اتكلمت فيها؟ انا هرد عليه بقى بالنسبه